مشاهدينا، لكل منا في حياته مسارات ينطلق من خلالها، ولكل منا أهدافه ورؤاه، ولكل منها أدواره التي ينطلق منها وإليها حتى يصل إلى ما يريد غاية في الأرض، يحقق غايته التي خلقه الله عز وجل لها. فما هي غايتي؟ وما هو دوري؟ وما هي رحلتي في الحياة؟ وماذا أفعل في حياتي؟ حديثنا الآن مع المستشار محمد عاشور، وهو مستشار تطوير ثقافة المنظمات. حياكم الله سعادة المستشار. حياك الله. أهلا وسهلا. حياكم الله جميعا أنتم والمشاهدون الكرام. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير وبعافية. حياكم الله. أسأل الله يتقبل منا ومنكم العمل الصالح. اللهم آمين. حج هذا العام حج مختلف، ورحلة الحج هذا العام هي مختلفة تماما، والفترة العالمية التي يمر بها العالم في هذه الأيام هي مختلفة بلا شك. وربما هذه المؤشرات تدعونا إلى العودة مرة أخرى إلى داخلنا وأعماقنا وحياتنا، فأسأل نفسي من أنا وماذا أريد في حياتي؟ فحديثنا ننطلق فيه إلى دورنا في حياتنا، فأسأل نفسي لماذا الدور في الحياة؟ وهل بالضرورة يجب أن يكون لي دور في حياتي؟ نعم، أشكرك. هي بداية جيدة أن نربط موضوعنا بالواقع الذي نحن فيه. الحقيقة أن ما وصلنا إليه حتى الآن على مستوى الكرة الأرضية من حيث الأوبئة، وهذا مؤشرها الأخير أو هذا أحد أوضحها، فضلا هذا الوباء فقط هو الوباء اللي يسمى يعني وباء مرضي إن صح التعبير. أما هناك الكثير من الوباءات الفكرية والخلقية والقيمية التي هي ربما أشد فتكا وأكثر انتشارا من هذا الوباء، وهي كلها مؤشر على أناس اختاروا في الحياة أن يعيشوا بلا دور تعميري، اختاروا أن يعيشوا بهامشية، بعدم مبالاة، بعدم اكتراث، بلا مسؤولية، بعدم شعور أن لفعلهم بداية ولكن ليس يدرون إلى أين تنتهي. فمثلا لو تلاحظوا عمليات انتشار الوباء هي عمليات يمارسها الناس بقدر من الشعور باللا مسؤولية. أنا إيش سويت؟ أنا عطست. أنا إيش سويت؟ أنا أكلت الأكل الفلاني اللي نحن بالنسبة لنا نعتبره مسلمين محرم. أنا عجبتني أني أكل الشيء الفلاني، الثقافة الصينية على سبيل المثال. فالبشر شوف كيف تأثرت الأرض بعضها ببعض بشكل مذهل. فنحن في توقيت نلحظ فيه وبشدة كيف أن السلوك الفردي للإنسان الواحد فضلا عن الجماعات فضلا عن الدول يمكن أن يغطي الأرض بآثار تبدأ ولا تنتهي، تبدأ ولا تنتهي، وتتصاعد وتتصاعد. لذلك هذا الوقت الأفضل لنتساءل، يا ترى نحن لنا أدوار؟ أنا حقيقة دائما أضرب مثال بسيط وإن كان يبدو مضحكا لكنه يقرب الفكرة. يعني مثلا أنا لو اشتريت لي سيارة فاخرة جدا، خلينا نقول من موديل السنة من أفضل أنواع السيارات، مرسيدس طراز أفضل طراز، ورحت بس شكيت أنه يكون فيه الزيت ناقص ولا شيء، وقفت عند صاحب البنشر فقلت له بس شيك لي على الزيت. بينما قاعد شيك كذا الرجال جاب كذا حديدة وقام يمسك قطعة بلاستيكية وكسر فيها وقطع فيها ويرمي. إيش قاعد تسوي؟ قال لا لا هذه مش مهمة، مش مهمة، هذه قطعة ما لها فائدة، خليك منها، ما عليك منها. ترى هل تتوقعون أني سأسكت؟ أكيد لا. هل سأسمح له؟ فأنا قلت له كيف على هذا رأيك؟ قال لي هيا قل لي إيش دورها، قل لي إيش تسوي هذه القطع. أنا ما أعرف إيش تسوي، لكن هل سأقبل؟ لا ما أقبل. ليش؟ لأني أصدق يقينا أن شركة مرسيدس ما هي قاعدة تلعب، هي جالسة تحط القطع بإرادة وتخصص وبتركيز وهدف واضح، ولذلك قيمة السيارة غالية. الإنسان أغلى من السيارة بكثير، الإنسان أكثر إتقان من السيارة بكثير. وجودنا في الزمن المعين في المكان المعين بالطريقة المعينة بالشكل المعين من الأم المعينة من الأب المعين بالصحة الفلانية بالمرض الفلاني في ظروف الغنى والفقر في ظروف الصحة والمرض في كل ما يحيط بنا هو في الحقيقة اختيار دقيق جدا جدا لكي نمارس دورا في الحياة. فنحن لم نخلق عبث، إذا لم نقبل على مرسيدس أنها تعبث، نقبل على الله سبحانه وتعالى، نقبل على الله عز وجل أن يعبث؟ لا يعبث ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نعم كل منا له دور جوهري وحاسم، لا سيما في الظروف البيئية التي عيش فيها. يعني الآن نحن أهل الكرة الأرضية نعيش في زمن هذا الوباء،
وهناك التقارير تتحدث عن أوبئة أخرى قادمة. نحن أمام دور مهم لإعادة شعور مسؤولية عند البشرية، لإعادة شعور الإحساس بالأثر والأهمية، وأن فعلي البسيط له أثر كبير. جميل جميل. سعادة المستشار، أنت ذكرت في مثالك الجميل عن القطعة البلاستيكية، يا ترى الشخص لما حاول يكسرها وقال لك ما هو دورها، وأنت بالتالي قلت له لا، شركة مرسيدس ما صنعت شيء عبث. نعم. خلينا نسأل، إيش العوامل اللي جعلت عندك أنت هذه القناعة واليقينية؟ وخليني أسألك، إيش العوامل اللي تجعل الشخص يقول إيه هذه العناصر أنا أعرف أن لي دور في الحياة؟ نعم. طبعا لاحظ أنه الاضطراد في النجاح الذي قدمته شركة مثل هذه، الاضطراد في إجماع البشر على حاجتهم لها وعلى قيمتها وثمنها، هذا الاستمرار الذي استمر سنين طويلة قدم لك اليقين أنه هذولا ما ليسوا ناس عابثين. ونحن البشر عندما ننظر في أنفسنا، الاضطراد في فهم الإنسان خلقة من الخلية إلى الجسد البشري الواحد إلى مجموعة المجتمعات البشرية، هذا الاضطراد في مشاهدة العظمة والإعجاز والدقة والإتقان تعكس أنه بالضرورة هناك للقصة بقية. يعني أنه كما أنا متقن الصنعة، كما أنا متقن الإبداع في الخلق، فبالتالي مش معقول أكون أنا الكائن الوحيد في الكرة الأرضية اللي ما هو قاعد يسوي دور مهم. يعني الحيوانات أكرمكم الله كل منها بيسوي شيء، هناك حيوانات، هناك أسماك في البحر تأكل تنظف القاذورات، هناك تحافظ على التوازن البيئي. يعني نسبة سبحان الله علاقة الحيوانات بعضها ببعض بالنباتات علاقة موزونة بحيث تبقى الأرض متزنة. الإنسان هو الكائن الوحيد المختار الذي يا إما اختار أن يكون له دور مهم أو لا يختار. وهنا يأتي تساؤلك الآخر، هو إيش المؤشرات الأولية اللي تتقول لي أن أنا لي دور، ماني تافه؟ أهم مؤشر هو أننا نلحظ منذ طفولة الباكرة للصغار للأطفال أن أكثر ما يستفزهم ويغضبهم إشعارهم بالهامشية. يعني لما يكون عندي طفل عمره 3 سنين مثلاً 4 سنين، أنت عندك بنت صغيرة الله يحفظها، جاها أخ الأخت؟ لا لسه. طيب لما يجي حتشوف، فلما يجيها أخ ولا أخت حتلاقي العاصفة الغضب والغيرة تنشأ. الله بالخير. هذا حقيقة، هذا حقيقة. ليش يعني؟ لأنها تبدأ تشعر أن دورها مهدد، هي مكان الفرح، هي سبب إسعاد الأسرة، هي سبب اهتمام الجميع، هي تشعر أنها مهمة. فلما يجي أحد يسحب منها هذا الدور ويصير هو المهم ويصير هو المؤثر ويصير هو له قيمة، فإنها تبدأ تشعر بالغضب والانفعال. فنحن البشر منذ طفولتنا نبغى نكون مهمين، نبغى يكون لنا دور. تدروا من متى تبدأ انحراف في حياتنا؟ لما الإنسان يوصل للمراهقة يكون خلاص مفروض عرف دوره، فيبدأ تلاقيه سبحان الله بالفطرة بيطالع في المراية بيشوف إيش الحلو إيش القبيح، يشوف عضلاته يبدأ يجربها على المراية، تبدأ تشوف شعرها، يا سلام لو بس لو شعري أنعم شوي، يا ترى بس لو عيوني أكبر شوي. يبدأ الإنسان ينظر لصفاته باحثا عن أنه أنا مهم وأنا لي قيمة. هنا إذا ما الإنسان بدأ يستخدم خلقته في دوره في الحياة، فإنه يبدأ يشعر بالهامشية. إذا بدأ يشعر بالهامشية فإنه يلتجئ لواحدة من اثنين، يا إما يتجه للانكماش والإحساس بالدونية والاختفاء عن الزملاء والأقران، يا إما يبدأ يتجه للاستكبار والعدوان والطغيان والظلم وتكوين عصابات الهوليغنز، الشباب يعني مشاكلة على ما نقول نحن مشكلجية، أو عصابات الدبابات، ترفيع الدبابات، عصابات التفحيط، عصابات الجريمة، عصابات، بس يبغى يقول أنا موجود. يعني هو يبغى يقول أنا مهم، وهو في داخله لا يشعر أصلاً بدوره. أي لأنه حاسس أنا إيش فائدتي؟ أنا طويل ليش؟ أنا قوي ليش؟ أنا ذكي ليش؟ أنا جميلة ليش؟ أنا عاقلة ليش؟ أنا حكيمة ليش؟ أنا صوتي جميل ليش؟ فالناس لما تبدأ تشوف صفاتها، إذا ما توجهت لكي تمارس دورها في الحياة، فإنها تبدأ تحاول أن تستخدم هذه الصفات التي عندها في أي شيء، بس ما تكون موجودة.
وتكون ردة فعل ممكن قاسية وتكون تصنع، لابد أن ترى أن المجتمع يلحظ ذلك، لابد أني أترك رسالة أني أنا مهم وأنا موجود، إذا ما قدرت فأنزوي وأختفي وأشعر بالهامشية وأسوي لي عصابة أخرى، شلة من الهامشيين والهامشيات اللي دورهم في الحياة أن يكونوا وزنا زائدا، أن يكونوا حمولة زائدة على الكرة الأرضية. ومن ثم يبدأ يحصل، تجد المجتمعات تتضخم فيها الجريمة من جهة، وتضخم فيها التافهين وغير المكترثين من جهة. وبالتأكيد سنستكمل هذا الحوار والنظر لملامح أدوارنا في الحياة بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لنستكمل ما هو دورنا في الحياة، ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير نستكمل الحوار مع المستشار محمد عاشور. كنا قبل الفاصل نتحدث عن بداية الدور، كيف أعرف أن عندي دور في الحياة. خلينا نعرف متى نبدأ وأعرف أنه عندي دور في الحياة، ومتى أصل إلى هذا الدور اللي أنا صنعته لي. جميل. أنا يعني دعني أجيبك من خلال قصتين. جميل. والناس بالعادة تحب تسمع القصة. هناك طفل نشأ في قرية هندية. القرية هذه هي طبعا قرية هندية، يعني أحيانا تيجي بحجم دولة من دول الدول الصغيرة، يعني يكون سكانها بالملايين. القرية هذه انتشر فيها مرض العمى، وأسرته كلها مصابة بالعمى، أبوه وأمه وأخوانه، هو الوحيد البصير، الوحيد المبصر في عائلته. يعني لاحظوا البداية، بداية مؤلمة، أنك تشوف كل شيء حواليك أعمى، أهلي وجيراني وأغلب الناس حولي عميان، وهو البصير الوحيد في الأسرة. فبالتالي لك أن تتوقع أنه من حد ما بدأ يمشي هذا الإنسان بدأ يمارس دور. لاحظوا أنه البلاء دفعوا إلى دوره دفعا، فأصبح يقود الأسرة إلى أنه يروحوا يمين شمال كذا، انتبه جيب لنا شيء فلاني، ورينا شيء فلاني، خلاص صار هو كنز بالنسبة لأسرته. طبعا هذا أكيد يفرض عليه كمية من الإنهاك والتعب، وكمية من شعور المسؤولية، وكمية من الألم، أنه ليش أنا يعني الحالي المسؤول عن هذا كله، ثم ليش هم أهلي كذا. الولد كان ذكيا، دخل المدرسة متفوقا على زملائه، أصبح يقدم نتائج مدرسية رائعة. فأصبح الألم، شو شدة الألم أيها الفاضل، بالمناسبة الآلام منح كبيرة من الله، لأن الآلام تصنع الأحلام. جميل. والأحلام تصنع الأدوار. الله. فهو من ألمه بدأ يحلم، هل أقدر أعالج أمي؟ هل أقدر أعالج أخواني؟ هل أقدر أخليهم يبصرون في يوم من الأيام؟ فبالتالي بدأ يسمع في المدرسة عن الطب وجراحة العين، وأن هذا مرض ويمكن يتعالج. فبالتالي أصبح عنده دافع، بدأ حلمه أن أراهم بخير، حلمه شوية بدأ يتبلور أكثر، أن يكون طبيبا، أن يكون أخصائي عيون، أكون استشاري عيون، أن يكون، وبدأت الحلم ينضج. وصل الثانوية وكان من أفضل المتفوقين على مستوى الهند، قد تقدم مجموعة للاختبار للدخول في أحد أكبر الجامعات العالمية، ربما هارفارد، لست متأكد، أو ستانفورد، أو إحدى الجامعات الكبرى، وحصل على القبول ودرس البكالوريوس وماجستير، وأصبح استشاريا في طب وجراحة العيون، وصار يقيم في الولايات المتحدة ويعمل ويمارس العمل الجراحي الطبي في العيون، يعني يحصل على مبالغ فلكية. ربما البعض يقول هذا نسي الموضوع، لا، هو اشتغل بجد وجمع ثروة، ثم أخذ ثروته بالكامل وذهب إلى قريته في الهند ليحقق حلمه. طبعا حلمه نضج إلى أن يصبح إيش؟ حلمه نضج لأن يصبح أكبر مستشفى جراحة عيون في العالم، في هذه القرية. ما شاء الله. وأن تكون هذه المستشفى طبعا ليس الأكبر حجما، إنما الأكبر كثافة عمليات. العملية التي يحتاجها أبو أمه تكلف 15,000 دولار في أمريكا، هو قدمها لقريته ب5 دولارات. قدمها في قريته ب5 دولارات، فصنع دور عظيم. إذن لاحظوا، من رحم الألم يصنع الحلم. بالتالي الإرهاص الأولى، المؤشر الأول على الدور، هو الصعوبات التي نعانيها في الحياة. ما في إنسان لا يعاني صعوبات،
يعني حتى أكثر الأبناء الثراء وأبناء الحياة يعني برجوازيا صح التعبير أيضا عندهم آلام، لكن المجتمع يقول لهم لا أنتم بخير أنتم عندكم آلام، لا هم عندهم آلام. فمن واقع الألم يولد الحلم، لكن إيش اللي يخلي الناس تفقد أحيانا قدرتها على الحلم؟ هو حياة اللامسؤولية، حياة الغفلة، حياة اللهو، حياة المشتتات. لكن إنسان إذا سمح له أن يتألم دون أن يتشتت فإن ألمه يجعله يحلم وحلمه يدفع إلى قيام الدور. فالمؤشر الأول لأي إنسان في الحياة أن يقول أنا إيش أحتاج. أنا مثلا أبويا رجل فقير، إيش أحتاج؟ أمي إنسانة مريضة، إيش أحتاج؟ أخواني لا معاقين، إيش أحتاج؟ أسئلة سهلة سهل عند الوصول، سهل أنك تعرف إيش الحلم بناء على ذلك. جميل جدا. وبالتالي أحلام المرضى واضحة، أحلام الفقراء واضحة، أحلام بلادهم محتلة واضحة، أحلام الأشخاص اللي عندهم مرض أو نقص يعني صحي أو شيء واضحة. فبالتالي من هنا تبدأ، ومن هنا سننطلق في حاجتين. الحاجة الأولى ذكرت طبيب الغلابة رحمة الله عليه دكتور محمد المشاري، وكيف أنه صنع الفارق في معالجة الفقراء. ولدينا كذلك قصة لفنانة حولت ألمها إلى حلم وحولته إلى مشروع. عندنا فقرة يومية اسمها الحج بعيون الفن. فبعيون الفن سننظر ماذا قدمت لنا الفنانة عهود في هذا التقرير، ثم سنتداخل معنا في اتصال هاتفي نشاهد سويا. الله أكبر الله أكبر الله. أهلا بكم، وقد شاهدنا هذا الإبداع من الفنان عهد الجار الله. فنان عهد السلام عليكم. السلام. مساك الله بالخير وكل عام أنت بخير. أنت بخير وصحة وسلامة. بداية بودي أن تحكي لي قصة هذا العمل، وكذلك قصة لماذا سميت عهد الجار الله بملهمة حائل. يعطيك العافية، أول شيء حابة أشكركم لإضافتكم، وأشكر الأستاذ إسماعيل لإضافتي في هذا البرنامج اليوم. مشاركتي بهذه اللوحة، أنا أول ما شفت الحج هذه السنة انصدمت إنه ما كنا متوقعين بيوم من الأيام إنه نشوف الحج بهذه القلة وبهذا العدد المحدود، فكانت شعور غريب. فحبيت أشارك بلوحة تحكي بعدين للأجيال إنه وباء الكورونا، إنه شلون كانت الحج، شلون كانت التزاماتنا، شلون كانت جهود المملكة علينا بهذا الشيء. جميل جدا. فنان عهد، لماذا أطلق عليك مسمى ملهمة حائل؟ أنا فنان تشكيلية. الحمد لله قدمت محتوى سبب انه عكست نظرة انه ذوي الاعاقة وش قادرين يسوون. انا من صاحب اصحاب ذوي الاعاقة، عكست كلمة انه ذوي الاعاقة وش قادرين يسوون. الحمد لله غيرت نظرة كبيرة من المجتمع عن مفهوم ذوي الاعاقة. يعطيك العافية. احنا نسميهم ذوي الهمم، وكذلك نقدر نقول ايضا فنانة عهد أن هذا الألم كما تحدث قبل قليل المستشار محمد، أننا نحول آلامنا إلى أحلام لتصنع لنا أدوارا في حياتنا.
فأقول وكذلك إن شاء الله يشاركني أخوي إبراهيم. جميل. فنانة عهد، هلا والله، كيف الحال؟ كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. بداية أشكرك على هذا الفن الجميل الراقي، مزج الألوان ببعضها البعض، الكعبة، أيضا حولتي هذه الجائحة إلى فن تقدمي له ورسالة جميلة، شكرا لك. العفو، هذه شهادة اعتز فيها. الله يطول بعمرك. أعزائي المشاهدين، كان معنا صاحبة الهمة العائلة العالية عفوا كان معنا صاحبة الهمة العالية عهد الجار الله من الحائل، شكرا لك يا عهد. نعود إلى سعادة المستشار، هذا الفن الجميل الذي حولته عهد من ألم إلى إبداع، تحت الهواء ذكرت لنا أن هناك قصة مشابهة لقصة عهد. نعم، الحقيقة يا الأحبة، دعونا يعني نخرج بمسلم أساسي في معرفة الدور في الحياة، النعم والبلاءات كلاهما بنفس الأهمية في صناعة الدور في الحياة. جميل. بنفس الأهمية وليس أقل. أنا شخصيا واحد من الناس يعني شعرت بفقد البوصلة عندما تخرجت مهندسا الأجهزة الطبية وعملت في مستشفى الهدى العسكري بالطائف، وكان حلما بالنسبة لي أن أدخل المستشفى زيارة وليس وظيفة. صرت موظف فيه وصرت يعني مفروض أني مبسوط، مفروض، لكني وجدت أنني لست سعيدا. فاكتشفت في ذلك الوقت أنني اخترت أن أكون مهندسا الأجهزة الطبية كوظيفة، لكن هذه الوظيفة لم تكن تساعدني أن أمارس دوري في الحياة، إذ أنني من طبيعتي أنني أحب أتكلم مع الناس، أحب أقدم استشارات، أحب أنصح، أحب أوجه، هذه طبيعتي في العمل. الهندسة الطبية أتكلم مع الأجهزة، أتكلم مع الحديد، ففقدت إحساسي بالأهمية، كرهت نفسي. فمن الذي أخرجني لفكرة أن يكون لي دور في الحياة؟ شاب معاق، إعاقة رباعية، كان مقيما في المستشفى لمرض مسكين فيه. كان هذا الشاب ليس له يدين وليس له رجلين، عنده زائدة صغيرة تشبه اليد يحرك بها جهاز ريموت كنترول بس، وكان لا يستطيع الكلام من فمه، كان يستطيع كلام من جهاز هنا، وكان لا يستطيع أن يبتعد عن جهاز التنفس أكثر من 20 دقيقة، يعني يتجول في المستشفى 20 دقيقة ويرجع لغرفته ويركب جهاز التنفس. هذا الشاب رآني كذا جالس يائس ومحبط كذا لمدة 2-3 أيام، أجلس في المسجد في ساعة الراحة، ما أروح أتغدى، أقعد كذا يائس، أنا ما أبغى أعيش بقية حياتي مهندس مع الأجهزة. فالمهم جاني وقال لي: إيش بك؟ مكبرها، وهي ما تستاهل. ما أنسى كلمته، تخيلوا، واحد معاق إعاقة رباعية يتكلم من جهاز هنا يقول لي: إيش بك مكبرها وهي ما تستاهل. أنا شاب عمري 22 سنة معايا شهادة هندسة، أعمل في وظيفة في أفضل مكان، ورغم وهو اللي يقول لي: إيش بك مكبرها وهي ما تستاهل. أنا السؤال بحد ذاته صدمني، قلت له: إيش هي؟ قال لي: أنا شايفك لك 3-4 أيام تبدو عليك علامات الكآبة، إيش بك؟ المهم خلاصة جلست أتكلم معه، فصار صديقي، صرنا كل يوم نتكلم سوا، ويرفه عني ويساعدني وينصحني ويشجعني، وصار يصبرني. بعدين رغم ذلك يجيني بين فترة أخرى إحباطات، يأس. بعدين في يوم من الأيام قال لي: شو اسمع؟ قال لي: يا محمد، يا تكون مفيد في هذا المكان، يا اذهب لمكان تكون فيه مفيدا، أما تقعد ليل بنهار تشكي وتبكي هذا ما يصلح. أنت رجل، هو أصغر مني، عمره 18 أنا عمري 22، لكنه كان يملك حكمة وعقل. أنا ظنيت أنه صاحبي الوحيد، ما له صاحب في الدنيا غيري، فقلت في نفسي: طب أنت إيش دورك؟ يعني دورك الوحيد أنك تخفف عني، بس هذا اللي جاء في بالي. ثم اكتشفت فيما بعد، عندما في يوم من الأيام تأخرت في دوامي، وجدت زحمة كده في استقبال المستشفى، ناس زوار كثير جدا، فسألت الأخوان زملائي العساكر، قلت لهم: يا أخوان، ليش الزحمة دي؟ قال: ما تدري؟ قلت له: ما أدري. قال: من يوم جانا هذا اللي اسمه فوزي، كان اسمه فوزي، من يوم جانا هذا اللي اسمه فوزي والمستشفى زحمة، زواره ما يخلقوا، أقول لو تيجي العيد ما تقدر تدخل المستشفى من زوار فوزي، ندخل أفواج، نطلع أفواج. ياهو فوزي كده؟ أيوه. رحت ثاني يوم الفوزي الصبح: يا فوزي إيش تسوي؟ خلاصة ما قال لي، لكن بديت أتحرى، وجدت إنه فوزي عنده قوائم بأسماء الناس هذول وأرقامهم، وزي ما يقعد معايا كل يوم يخفف عني، يتصل على الناس دولة ويخفف عنهم، الله، ويتصل على الناس دولة ويساعدهم،
يتصل على الناس دول يوجههم، ولو ما عرف يروح يتصل على واحد تاني يسألوه ويجاوبهم. بل أبلغ من ذلك، فوزي يخدمهم من بعضهم البعض. فمثلا هذا يشتغل في الخطوط يساعد الشخص اللي في البلدية، ما شاء الله يشبك بينهم، يشبك واللي في البلدية يساعد حقون الجوازات، حقون الجوازات يساعدوا حقون، وهذول كلهم يساعدوا الناس. فمركز خدمات ما شاء الله. الشاهد يا جماعة، فوزي هذا معاق إعاقة رباعية، توفى رحمة الله عليه، ما عاش يعني، كانت حياته صحية صعبة. حضر جنازته خلق ما حضرها أحد شفته في حياتي. عندما وقفت على قبره قلت يا فوزي أنا ما أدري مين المعاق، أنت ولا أنا؟ أنا ما أدري مين اللي عايش، أنت ولا أنا؟ مين اللي حي ومين الميت، أنت ولا أنا؟ أنا بسببه قررت أن أعيش دور في الحياة، قررت أن أختار أن أكون مؤثرا ذا قيمة وذا أثر، اخترت أن أستخدم نعم الله علي، قدرتي على الكلام، قدرتي على تقديم المشورة، قدرتي على فهم الشخصيات تحليلها، لأن درست علم النفس بعد ما تركت وظيفتي الهندسية. اخترت أن أستخدم آلامي التي عشتها في طفولتي، آلام الوحدة، آلام شعوري بالهامشية وعدم الأهمية، استخدمت آلامي وأحلامي للتفكير في دوري في الحياة. ومن هنا كانت الإرهاصة التي صنعها لي فوزي رحمه الله. فما زال فوزي يعيش، نشكر فوزي والله. أي والله. وما زال قد أحيا، أحيا ناس كثير، مش أنا بس الحالي. أي مستشار محمد، بودنا أن نطيل ولكن الوقت قد داهمنا. نعم. فشكرا لحضورك معنا، حفظكم الله، وشكرا لهذه الكلمات التي أنارت لنا إن شاء الله وأنارت السادة المشاهدين مسارا يسيرون فيه بإذن الله. كرمكم الله. ولي كلمة أحب أن أختم بها للجمهور. نعم. أقول للجميع، لا تحزنوا أنكم تتألمون، فإن آلامكم هي مصابيحكم للغد والمستقبل. لكن المهم أن تعرفوا أن هذه الآلام لم تحصل في حياتكم صدفة، وأنها تضيء لكم مستقبلكم، لا سيما عندما تستخدمون قدراتكم التي وهبكم الله إياها. من الآلام تصنع الأحلام، ومن الأحلام تصنع الأدوار. الله يبارك عليك إبراهيم. كلمة ختامية قبل أن أختم. صراحة أشكر سعادة المستشار محمد، وأشكرك إسماعيل، رافقتك على مدار 6 حلقات، ورافقنا الكنترول وفريق الإعداد كلهم، والسادة المشاهدين اللي كانوا يتابعونا، أشكرك حقيقة كأول تجربة لي على الهواء. العام الماضي كنت في منى، اليوم أنا معاكم في الاستوديو. شكرا زميلي إسماعيل. أحسنت، وإن شاء الله فلك التوفيق. إذا مشاهدينا الكرام، كان معنا سعادة المستشار محمد عاشور، وهو مستشار تطوير ثقافة المنظمات. وأقول لكم مشاهدينا الكرام، كنا معكم على مدار 6 أيام في أيام معلومات. ابتدأنا هذه الرحلة وخلف هذه الشاشات فريق عمل جبار يعملون ليلة بنهار، فكل الشكر والتقدير لمن عمل وسهر خلف الإعداد والكنترول بالكامل، كل منهم قبلة على رأسه، فردا فردا يستحقون كل الشكر والتقدير. وأقول لكم مشاهدينا الكرام، أدوارنا في الحياة نحن نصنعها من خلال ما أعطنا الله عز وجل من نعم وابتلاءات كما قال مستشارنا. ننطلق بحفظ الله ورعاية الله ودعاء واستنجاد بالله عز وجل ليسر لنا الطريق وينير لنا الطريق بإذن الله تعالى، فنحن مع الله وبالله. أما الآن أودعكم أنا وأخي إبراهيم، ويكون معكم إن شاء الله زملائنا وائل بدوود وعبد العزيز القدير، يستكملون معكم تغطية برنامج أيام معلومات. كل الشكر والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.